اللي عنده الشكل ده لخط الرأس يسمع التفسير كويس. شكله زي ما حضراتكم شايفين، بادئ كده مع خط الحياة، مستقيم، واصل لحد تحت إصبع البنصر، وخارج منه فروع صغيرة متجهة لأسفل ناحية خط الحياة. بيعتبر بداية خط الرأس في الكف اليمين مشتركا مع خط الحياة من نفس نقطة البداية، دلالة على شخصية ذات تركيز عالي وقدرة على اتخاذ قرارات متزنة. لما يكون خط الرأس عميق ومستقيم ويصل إلى أسفل إصبع البنصر، ده بيعكس فكر تحليلي وشخصية عملية. الفروع الصغيرة المتجهة لأسفل ناحية خط الحياة دي بتشير إلى فترات من التفكير العميق والتحليل الذاتي. من مميزات الشكل ده هي إن أنت عندك القدرة على التخطيط الجيد والقدرة على التكيف مع التحديات الحياتية، وتقدر تستفيد من الصفات دي في تطوير مهارات القيادة وحل المشكلات، وده ممكن يخليك شخص مؤهل للنجاح في المجالات اللي بتتطلب تركيز عالي وتحليل دقيق. اللي عنده نفس الشكل وينطبق عليه التفسير يسيب لي في التعليق، هتعمل لايك شير فولو على الصفحة. تحياتي للجميع.